كيفاش ضربوك انت كيفاش ضربتك كرتوش نتاع الدارو ولا كيفاش ها الضرب مش مدير على كرتوش ما حدث لا عمل حتى شيء مروه على روحك اللي قدام الدار ضربوك انت كرتوش ها هذه معاناه شباب قصري ها السيد دخل ذي زاد مضروب كرتوش في رجله هذا شباب حي زوج كيفاش علي ضربوك انت علي قدام الدار ولا كيفاش؟ يخدم في الخدمة غير في الخدمة يخدم يدن على روحه انسان عامل يخدم على روحه يدن هام ضربوه بكرتوشة في رجل ضربوه بكرتوشة في رجل هذوما الاثنين اخوين هام ضاربين زاد هذايا بكرتوشة هذوما 16 سنة هذايا هذايا عمر 16 سنة قدام دارهم ضربوه بكرتوشة هو اخي شقيق هو وشقيقه هذا عمره 12 سنة شقيقه عمره 12 سنة شو اسمك انت؟ معز عمره 12 سنة تلميذ من قبل هذا 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 السيد بشير ولد من الضرين ولد من الضرين مشى لو جاي خوه ضربوا خوه جا ولدي باش يزوز نكملوا له بكرتوشة لغة وسموه الكلام جماعة الموطة قبصة قالوا القدر يحب نحتلوه حبوا يحتلوا القصرين يعني جماعه قفصه نظام القفصه قال حبوا يحتلوا القصرين واخر شيء عبارسا الحمام موجود غادي كي ضربوه بالقنبله ضربوه بسوريا بالدموع خاصه كان ساعه عليا معناها شيء معناها حتى في غزه ما ثم شري هذوما اخوين هذوما ولادو الاثنين هذوما ولادو الاثنين قدام الدار شوف رجل شوف شوف رجل هذاك ما عندي شو سي هذاك باش يعمل عمليه الوليد هذايا باش يمشي لسوسه صغير فهمني لا حول ولا قوه الا بالله